السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ايوا احبابي، كتشوفوا هذا النهار مشمش غير ديال التخمال. قررت انا وماما اننا نخملوا هذه الكوزينه هذه اللي كنت ديجا شاركتها معكم. ها انتم كيف كتشوفوا، دابا غادي نخرجوا هاد البلاكار، نحيدوا منه الماعن ونغسلوهم ننظفوهم بلاتي ماما ونظفوهم. وكيف كتشوفوا معايا، خرجنا حويجاتنا على برا، خرجنا السدادر وشدينا السدادر ديال العود، نظفناهم مزيان بالشيتا باش ما كتبقاش ديك الخمله لاصقه. ودابا غادي نسيقوا وغنشارك معكم ان شاء الله كلشي. يلا شوفوا، حيدنا داك الخاميه اللي كنديروا على الباب وعلى سميتو على البوطاجي باش كيغطي لينا كاع دوك المسائل اللي كنحطو في الماكينه من الدقيق ومن كلشي. كيف كتعرفوا احبابي، السترة زوينه. ايوا احبابي، حنا دابا حيدنا هاد الخوامي هادو، كنفركوهم. كتشوفوا يا ماما كتصبنهم الصراحه، الله يعطيك الصحه. قطتهم في الماء سخون وقريه، الصراحه ما كاين ما احسن من اريال، كيعطي واحد الريحه زوينه في الحوايج. خليت ترقد بلاتي في ترقد باش عاوتاني نعاود الفرطه ان شاء الله. هاد لي دام هادشي لي دام بقى ما صبغتش الكوزينه، كنحيدو هاد الوسط نخليه. كنا هنا كنا مسافرين عاد جينا، ايوا هذا اللي كان فيه دخل الوسط. ما سخون ما سخون وجافي في كاع الوسط، ما كيخليش الوسط كيجلس على الماكينة. هذه
الحليب. بقى ما صبغتهاش عاد غنصبغ ان شاء الله. ملي غنصبغوا غنشارك معكم حنايا كنصبغوا ان شاء الله. نسحب لي في الفوق كندير فيه الواعن حيت هاد العود تنخاف عليه على الماء. واش غادي نديرو على قد الحال؟ الحمد لله اللهم لك الحمد قلنا ربي وشكرنا. نجرب الماكينة هاكا نبصل دابا غنتصلو مع هاد المعلومات تصل مركزا. تصل فتيتو جافي واعر كيعجبوني نديرو فتيتو جافي ما تبقى لا انا ولا وسخ واعر. ايوا دابا غنحكو هاد الشبيكه تاع الماعن ها هي ولا شويه تاع التيل ونحكوها. شويه شافي كيبقى داك فيها الوسط معجنين كيجي معاه غير مسخون و كيبدا كنشعل صافي. كيفاش كيحيد الوسخ قد الماء سخون؟ الماء سخون كيحيد ليه ما يحيد كلشي تيخليه شاد بلا تيشللها. لا ولات كتشعل تبارك الله. ايوا بنيتي كلشي على النظافة. إذا ما كانتش النظافة ما كاين والو. هانتوما حبابي ردتها تبارك الله كتشعل. هانتوما كتشوفو. الكريسات. النظافه النظافه ما كاين والو.
لا ما تخافش ما يطيحش لي التليفون. ايوا حبابي احنا دابا كنسيقو، دابا غادي نساليو السياق ونرجع معاكم ونوريكم تبارك الله كي ردينا الدنيا. بابي كيف كتشوفوا حنا دابا خرجنا كل شيء من بعد ما غسلنا المعينات وفركناهم وحطينا في بلايصهم كيف كتشوفوا، دخلنا دابا السدادر وسيقنا كيف كتشوفوا تبارك الله الارض خليناها كتشاد. ايوا نتوما حبابي دابا راه كندخلو كنعمرو ديك البلايص اللي لتحت تكون جات البلاكارات كيف كتشوفوا نتوما. ودابا غنحبس الفيديو بين ما دخلنا الحوايج الاخرين. ايوا حبابي هذا هو نهايه ديال الفيديو كيف كتشوفوا، احنا دابا كملنا الشقه ديال اليوم كيف كتشوفوا، كانت البلاصه ما مرتبهاش رتبناها كيف كتشوفوا على هذا الشكل. هذا المعينات اللي حكينا هما تبارك الله كيشعلوا، والبلاكار ديالنا، وحنا دابا قدينا الصالون الصغير اللي عندنا في الكوزينه احنا قديناه. ايوا حبابي هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم ويكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش بلي لايك ولي جيم ولي كومونتير مع الحباب والاصدقاء. وكنقدم سمحوا لي قلت كتسمعوني كنهش حيت يلا طلعت من الدور ساليت الشقه. كنتمنى ان شاء الله تدعموني في قناه ام اسماء باش دائما نجيكم بالجديد. وكنقدم تحيه خاصه للناس اللي كيتابعوني داخل الوطن وخارج الوطن، لهنا يخطيكم. وشكرا على متابعه هذا الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله عن قريب في فيديو جديد.